نواصل جولتنا في باريس فاشن ويك لنختم الكوتور قبل أن يبلش موسم البخيتة بورتي. شفنا إلي صعب، شفنا توني وارد، واليوم رح نتعرفوا على المميز جورج حبيقة اللي حب أنه عالم الوحي متاعه يكون من الأساطير. ولكن ما العلاقة بين تلك الأساطير وحرفية التطريز اليدوي؟ جورج يجيب ويكشف لنا كل هذه العلاقات الخفية من أسبوع الموضة بباريس. Front row, no stars. لكن كان في editors in chief and bloggers. Backstage, في زحمة التحضيرات ووضع اللمسات الأخيرة للقطع، حرص جورج على التأكد من أدق التفاصيل. المجموعة مستوحاة من جمال الطبيعة الآسيوية. فلاورز وتنوع في الألوان جسدت في روح الأساطير الآسيوية. شخصية الدراغون بالنسبة لألون شيء ما بيزول. الدقة والحرفية كانتان بارزتان في التفاصيل الدقيقة للفساتين، وميزتها بشكل واضح التطريزات اليدوية. الميزون تبعنا مشهور بكرافت من شيب، كل شيء يدوي. مجموعة مميزة ولغة وطريق جديدين رسمهما جورج لنفسه وبنجاح. Well done.